اسمنا اسمه أرزيروس. الشرايين بتطلع منها فروع. يبقى كلمة فروع يا جماعة بالعربي معناها يخرج منه. ما انا بقول لك الفروع بتطلع من الشرايين. يا ترى الأوردة ليها فروع بتطلع منها ولا فروع بتدخل لها؟ فروع بتدخلها. لو الشرايين عكس الأوردة تماما. طب احنا اتفقنا ان كلمة برانشس معناها يخرج من ولا يدخل الى؟ يخرج من. يبقى فروع الأوردة ما ينفعش نقول عليها برانشس يا جماعة. فروع الأوردة بنقول عليها تريب يوتيرس. أي وريد هناخده طول العمر لا يمكن تلاقي له برانشات. أصل أنت عرفت إن كلمة برانش يعني أنا بطلع من فلان، إنما الأوردة بتصب في بعضها. يبقى فروع الأوردة اسمها تريب يوتيرس. بصوا بقى يا جماعة، الأزايبوس ليه 10 تريبيوتس، الديسندنج أورطة ليه 9 برانشات، السبيريور فيناكافا ليها 6. أنا مش هقدر أحفظ كل مرة فيلم يا جماعة، هتبقى شغلانة. تعالوا نتفق على سكيما مشتركة نقدر نصطاد بيها أي فروع. يلا يا جماعة، النهاردة أنا عايز أعرف العشرة بتوع الأزايبوس مين؟ 10 حاجات بتصب في الأزايبوس. رقم كبير أوي يا جماعة ليا وأنا بحفظ. طب ما أنت لغاية اللحظة دي المفروض إن أنت عارف 4 من العشرة من غير تكاليف خالص. تعال نشوف ازاي. 1، هو الأزايبوس ده يا جماعة كان على الناحيتين ولا يمين بس؟ يمين بس. أمال ربنا بيخلق إيه شمال؟ يمين. يمين الأزايبوس كانوا كام واحد؟ 2. قصاد عينك بيصبوا في الأزايبوس. يبقى أول 2 من العشرة سهلين خالص ولا حافظهم صعب. السبيريور يمين أزايبوس والإنفيريور يمين أزايبوس. يبقى فاضل لك كام كده من 10؟ 8. مين يفكرني بقى؟ الحصة اللي فاتت كنت برسم الضلع رقم 12، ماسك في الفقرة رقم 12، وأمر طبيعي الاقي تحت 12 ال 1 وال كام يا جماعه؟ 2. مين بقى يفكرنا الوريد اللي كان تحت الضلع رقم 12 اهو؟ يا ترى اسمه انتر كوستال ولا سب كوستال؟ سب كوستال. السب كوستال اليمين كان بيستنى يلاقي وريد طالع له من بطننا اهو. شباب، هو كلمة طالع يعني السندنج. طالع على فقرات اسمها ثوراسيك ولا لمبر؟ سميناها السندنج لمبر. اتحد مع الساب كوستال اليمين ونتج عن الاتحاد وريد اسمه ايه يا جماعة؟ أزايبوس. ده اللي انا خدته المره اللي فاتت. عندي قاعده بقى بتقول اي وليد في الدنيا كلها في العالم كله
اي وريد بينتج من اتحاد اوردة اخرى، الاوردة الاخرى دي تعتبر تريبيوترس منه. طب ما انت معاك الازايجوس نتج من اتحاد مين مع مين يا جماعة؟ الرايت سبكوستال مع الرايت اسندنج لامبر، يبقى دول من ضمن التريبيوترس بتوعه. واللي مش مصدق يمشي معاهم يلاقيهم بيصبوا في الازايجوس اهو. اذا من اصل 10 بلا مشاكل خالص انت تعلم 4 لو انت ذاكرت قبل كده بما يرضي الله، مش هتلاقي عندك مشاكل في 4 خالص. يلا يا جماعه نجيبهم سوا. 1 السيبيريور هيما ازايتس، 2 الانفيريور هيما ازايتس، 3 اوعى تنسى القاعده دي لان القاعده دي مش هطبقها النهارده وبس. اي وريد لو بينتج من اتحاد اوردة اخرى، الاوردة الاخرى تبقى من ضمن ايه يا جماعة؟ التريبيوترس. من اصل 10 فروع انت تعلم 4، يبقى فاضل لنا في الازايجوس كام يا جماعة؟ 6. تعالوا نشوف هنقدر نجيب الستة ازاي؟ وعايز طريقة، والله العظيم الطريقة دي مش على حصة النهاردة، هتخلص لي مواضيع بلا حدود، هتخليني اتلاعب بالبرانشات بعد كده. يلا يا جماعة، من شاطر يقول لي هو الازايجوس في الرسمة دي يعتبر موجود في انهي ميدياستاينم يا جماعه؟ في البوستيري. اظن بعد ما يخلص البوستيريور المفروض يروح السيبيريور. هل احنا خدنا الحصه اللي فاتت ان الازايجوس بيروح السيبيريور يا جماعه؟ لا. طب لا ليه؟ لان كان اخره دي 4. طب ما دام ما بيروحش السيبيريور ميدياستاينم، امال كان بيروح فين؟ كنت برسم الرئة اليمين الميديا ستاينال سيرفيس بتاع الرئة اليمين، وادي الهايلم اهو. الهايلم كان السيبيريور فيناكافا بتقعد قدامه اهو. استنى بقى ما نفتكر بقى الازايوس ما دام ما دخلش السيبيريور يدنه طالع ورا الهيلم اهو. لغاية اللحظة دي دخل السيبيريور في نكافة يا جماعة؟ لا. امال عمل ايه؟ عمل الاول قرش، والقرش صب في مين يا جماعة؟ في السيبيريور فيناكافا، ودي كانت الرئة اليمين لأن الأزايجوس نفسه على ناحيتين ولا يمين بس؟ يمين بس. من أصل 10 فروع أنا عرفت 4 لغاية دلوقتي، وبصراحة ما بذلتش فيهم مجهود خالص، مذاكرتي القديمة هي اللي جابت الفروع. يا ترى الستة اللي فاضلين اجيبهم ازاي؟ دي طريقة يا جماعة هنستخدمها بلا حدود. انا لقيت نفسي مزنوق في الميديا ستايل. ما هو الازايجوس موجود في الميديا ستايل. طب افرض يا دكتور النهاردة انا بذاكر الديسندنج اورتا، ما هو برضه في الميديا ستايل. طب افرض يا دكتور بتذاكر النهارده السيبيريور فيناكافا، طب ما هو برضه في الميديا ستايل. لو اتزنقت
هتف اي حاجة لغاية ما نخلص الصورة. لو الحاجة دي موجودة في الميديا ستايلم العب معايا اللعبة دي. هنعمل ايه؟ هنرسم صندوق اهو. الصندوق هنكتب جواه ثلاث حاجات والله العظيم ما بيسيبوا بعض خالص في اي حته، ما بيسيبوش بعض. تعال نشوف مين هما الثلاث حاجات في رسمه البوستيريور ميديا ستايلم اللي انا لسه شايلها. مين الانبوبه اللي كانت قدام الازايجوس؟ الازوبيوس اكيد مسؤول عنها. هيطلع له برانشات اسمها اوزوفيجيال. شباب المسافه بين الرئتين اسمها ايه؟ الميديا ستاينوم. دي انسجه كتير، خلايا كتير عايزه تغذيه، يطلع لها برانشات اسمها ميديا ستاينوم. شباب هو الغشاء اللي كان حوالين القلب اسمه ايه؟ بريكارديا. البرانشات بتاعته يبقى اسمها بيريكارديا. والله العظيم التلاتة دول مع بعض على طول، مش هيسيبوا بعض خالص في اي موضوع. انا لما لقيت نفسي مزنوق في الفروع ومش فاكرها بدأت افكر في طريقة تجيب لي كل الفروع. هي الطريقة الاول بنرسم صندوق وبنحط في الصندوق كم حاجة يا جماعة؟ ثلاثة. ارجوكم تسمعهم مع بعض والترتيب مش مهم. اول حاجة نحط في الصندوق ايه؟ اوزوفيجيال. بعد كده نحط ميديا ستاينال. بعد كده نحط بيري ايه يا جماعة؟ كارديا. دول كم واحد؟ لو انت جمعت التلات على الاربعة اللي فاتوا يبقى انا وصلت الرقم كام يا جماعة؟ سبعة. هو الاتفاق كان سبعة ولا عشرة؟ يبقى فاضل تلات. ومين قالك ان الطريقة خلصت؟ ده الجزء الاول في الطريقة. امال بقية الطريقة هعمل ايه؟ ده امر بسأل نفسي سؤالين سريعين. انت ليك علاقة بالرعب؟ وحط علامة استفهام. تعالوا نجاوب يا جماعة السؤال. انت يا ازايكوس ليك علاقة بالرئة؟ اه ده انا بطلع ورا الهيلة وبعمل قرش فوق الهيلة وفي الاخر بصب فين يا جماعة؟ في السيبيريور فين؟ اي ليه علاقة بالرئة؟ ده انا لازق فيها. ايه العلاقة دي؟ معنى كده ان اوردة الرئة انسب مكان تصب فيه هو الازايكوس. امال انا لازق فيها ليه؟ اوردة الرئة بنسميها على اسم الشعب الهوائية، بنسميها برونكيال فيروس. كده انا وصلت الرقم 8. مين قالك ان الطريقة خلصت؟ الطريقة ارسم صندوق. يلا يا جماعة كده مع بعض ونحط في الصندوق كام حاجة يا جماعة؟ ايه هما التلاتة؟ اوزوفيجيال، ميديا ستاينال، بريكارديا. وبعد كده لازم اسأل نفسي سؤالين. واحد، انت ليك علاقة بالرئة؟ وجاوبت السؤال اهو. اتنين،
سؤال قوي 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 قوي. انت ليك علاقة بالأوردة اللي كانت ورا بين الضلوع اللي كان اسمها بوستيريور انتركوستال فينس؟ حد فاكر البوستيريور انتركوستال فينس كنت بذاكرها ازاي؟ بوستيريور انتركوستال فينس كنت بعمل جدول. افتكرت. تعالوا مع بعض نراجع الجدول يا جماعة. الجدول اهو. ادي يمين وادي شمال. عدد البوستيريور انتر كوستال كان 11. ورقم 12 اسمه سب كوستال. كنت عايز اعرف رقم واحد بيصب فين؟ واثنين وثلاثة بيصبوا فين؟ والباقي. أرجوكوا ساعدوني في الجدول. حد فاكر كنت بذاكر رقم واحد ازاي؟ كنت بحط نقطة على الواحد يطلع حرف ايه يا جماعة؟ كنت بصب في وريد بيبدأ بالاي اسمه إينومينيت وبرضو الناحية التانية إينومينيت. اتنين وتلاتة كانوا أعلى ناس ولا أوطى ناس؟ كانوا بيصبوا في واحد فوق اسمه سيبيريور انتركوستال. سيبيريور انتركوستال لغاية اللحظة دي ما كانش فيه فرق بين اليمين والشمال. لغاية هو الباقي ده يا جماعة يعني من كام لكام؟ أربعة. من أربعة للآخر. ناحية اليمين كانوا بيصبوا في الأزايجوس، والشمال في الهيمي أزايجوس. إيه ده؟ أما أنا سألت نفسي السؤال الثاني قدرت أجيب رقم 9 و10 إزاي يا دكتور؟ 9. أنت كده اتأكدت إن الأوردة من أول 4 لغاية الآخر بتصب في وريد اسمه إيه يا جماعة؟ يبقى ده يبقى رقم 9. يبقى فاضل لك 10. من رائع يقول لي الأوردة دي كان اسمها سيبيريور انتركوستال في الجدول. كنت بعرف بتصب فين ازاي؟ بالأسهم. اليمين كنت بنزل بيه تحت، والشمال بطلع بيه فوق. ايه ده؟ يعني الجدول جاب لي رقم 10 كمان. رقم 10 هو الرايت سيبيريور انتركوستال، وكده يبقى بيصب في مين يا جماعه؟ الأزايجوس. شفت بقى؟ والله العظيم لو قعدت احفظ فيهم للصبح. خلي عندك سيستم وعارف لو هو أزايجوس بس، والله العظيم كنت حفظتهم وخلاص. انما يا جماعه الموضوع مش أزايجوس بس، لسه في فروع كتير. انا بقى مش حد دماغي ان كل شويه احفظ فروع. هي طريقه وبنطبقها يا جماعه. ارسم صندوق وحط فيه التلات حاجات، وبعد كده اسال نفسك سؤالين. انت ليك علاقه بالرئه؟ انت ليك علاقة بالبوز؟ انا وانا بشرح الجدول ده قلت حياتك فيه، واظن النهاردة طلع الاثنين ببلاش يا جماعة بدل ما ده نحفظ فيه. طيب كده الازايجوس ليه كام تريبيوتر يا جماعة؟ 10. هو الازايجوس
عشان يصب في السبيريور فينا كافا كان بيعمل ايه فوق الهايبر؟ قرش حته رخامه بقى. قال لي خلاص انت عرفت العشره؟ قلت له الحمد لله عرفته. قال لي قول لي بقى مين بيصب في الازايبوس نفسه ومين بيصب في القرش؟ يا رخم، ما هو ده اللي بيكره الولاد في التعليم. كفايه قوي ان انا حفظت العشره يا جماعه بتوع الازايبوس، انما جاي عايز تقول مين هيصب في الازايبوس نفسه ومين يصب في القرش؟ وممكن السؤال يقول لك ايه هي التريبيوتريز بتاعه القرش؟ ساعتها ما ينفعش اكتب العشره. خمسه بيصب اسم العقل يا جماعه، خمسه بيصبوا في الازايبوس نفسه وخمسه في القرش. عارف بتوع القرش مين؟ الطريقه. بتوع القرش هم الطريقه. طب تعالوا نسمعهم مع بعض. اوسوفيجي وميدياستاي وبريكارد. وكنت بسأل نفسي سؤالين، انت ليك علاقة بالرئة؟ طلع لي اوردة اسمها برونكيال. السؤال التاني، انت ليك علاقة بالجدول؟ عرفت ان الرايت سيبيريور انتر كوستال يصب فين؟ في الازايبوس. شفت الطريقة خدمتني باكتر من طريقة ازاي؟ عرفتني العشرة وحلت لي مشكلة مين هيصب في الازايبوس ومين يصب في القرش. ولمزيد من الحفظ، انت لغاية دلوقتي بصراحة لو عملت اللي انا بقول عليه هيمشي الحال. انا عايز احفظ زيادة. عارفين البتاع اللي احنا بنفرقعه في العين ده اسمه ايه؟ ما شاء الله اسمه بوم اهو. تتصور ان دي الحاجات اللي بتصب في القرش؟ ولو مش مصدق هي الطريقة، تعال اقول لك ازاي. البي بريكارديال، والاو اوسوفيجيال، والام ميدياستاينال، والبي بتاعه السؤال الاولاني انت ليك علاقه بالرئه اللي كانت بتطلع لي اورده اسمها ايه يا جماعه؟ بروكيال. كده دي الحته اللي كنت عايز اقولها بسرعه واللي ما حضرهاش بصراحه راح منه حاجات كتير قوي في السورس. والله والله العظيم هلعب بالطريقه دي بعد كده. لو انت جبتها كويس هتعرف الديسندنج اورطه ده بيتكروت ازاي، هتعرف السيبيريور فينكافا دي بتتكروت ازاي، لان انت مش هتقدر تحفظ كل ده. دلوقتي بقى هنبدا ناخد جزء في الامبريولوجي. الامبريولوجي غير الاناتومي خالص. الامبريولوجي عايزين يبقى معانا طفل يا جماعه، معنى كده ان احنا هنبدا من الزيرو. حتى لا 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 خليكم معايا بس، خلينا الدوشه دي خلاص. حتى بالحيوان المنوي وابدا بالفويس. هو الطفل عليك ازاي؟ شباب في بعض نقط مش موجوده في كتاب الاسم بس لازم اعرفها عشان غير كده والله ما افهم حاجه خالص. وعلى فكره المفروض ما دام انت طالب في كليه الطب
وجاي من ثانوية عامة علم علوم لازم تكون عارفها. استنوا بقى لما اشوف انتوا فاكرين الانقسام الميوزي والميتوزي والحاجات اللذيذة الظريفة بتاعت الثانوية دي. يلا واحد، الخلية التناسلية كنا بنقول عليها جيرم سيل. بص بقى الجيرم سيل دي موجودة في الراجل وموجودة في الست. لو راجل بتبقى 44 زائد اكس واي. الخلية فيها 46 كروموسوم، 44 اسمهم كروموسومات جسدية بتتحكم في صفاتنا. الواد ده هيطلع طويل؟ لا هيطلع قصير. هيطلع رفيع؟ لا، ده الواد ده لازم يطلع طويل. الواد ده يطلع شعره ناعم؟ لا، ده شعره خشن وهيسرح الصبح في 4 ساعات. دي اسمها الصفات الجسدية. إنما الاتنين الكروموسوم اللي في الآخر اسمهم الجنسية، بتحدد نوع الطفل. لو طلع اكس واي يبقى ولد، لو طلعت بنت تبقى 44 اكس اكس. اذا ده هيبقى شكل الخلية. الانقسام الميتوزي اسمه ميتوزيس ديفيجن. كلمة ميتوزيس يعني ميتوزي، وديفيجن يعني انقسام، ينتج عنه خلايا فيها نفس عدد كروموسومات الخلية الأم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لو انت لعبت مع 46 كروموسوم الخلايا اللي طالعه كلها تبقى 46، ما هو نفس العدد. طب افرض لعبت مع 23، كل اللي طالع يبقى 23. يبقى الانقسام الميتوزي ينتج عنه نفس عدد الكروموسومات. انما الانقسام الميوزي لا. الانقسام الميوزي بيبقى خطوتين، ميوزي اول وميوزي تاني. الميوزي الاول ينتج عنه خلايا فيها نص العدد. يعني لو انا بدأت بستة واربعين الخلايا اللي تطلع تبقى فيها كم يا جماعة؟ 23. بنسميه الانقسام المبسط. ما انت لعبت مع 46 بقى معاك 23، يبقى انت اتنصفت صحيح. الخطوه الثانيه، الميوزي الثاني هو انقسام ميتوزي برضه. يعني بعد كده الخلايا كلها تطلع كام يا جماعه؟ 23. يبقى الانقسام الميتوزي خطوه واحده بس، الميوزي لا. الميوزي خطوتين، ميوزي اول وميوزي تاني. الميوزي الاول ينصف العدد، الميوزي التاني هو في حقيقة امره انقسام ميتوزي. كل ده بندردش. معنى كده ان في خلايا هيبقى فيها 46 كروموسوم وخلايا فيها كام يا جماعة؟ 23.
هو 46 رقم فردي ولا زوج؟ زوج. طب هو 23 فردي. لو انت معاك رقم زوجي يبقى اسمك ديبلويد. لو تلاحظ ان كلمة ديبلويد بتبدأ بكلمة ضاي، ضاي يعني اتنين زوجي. يبقى لو انت معاك 46، بدل ما نقعد نقول انا معايا 46 كروموسوم، نلخص ونقول انا شكلي ايه يا جماعة؟ ديبلويد. لو انا 23 يبقى انا رقم فردي، يبقى اسمي هابلويد. اوعى ما تعرفش الفرق بين الكلمتين. ديبلويد يعني انا 46، هابلويد هابلويد عامله زي هبل كده، هبل، بس ما اسمهاش هبلويد يعني بتطلق هابلويد عربي. 46 ديبلويد و 23 هابي يا جماعه. يلا بقى النهارده ناخد تكوين الحيوانات المنويه. بس حد يعرف الحيوان المنوي اسمه ايه؟ سبير. العمليه اسمها اسبرماتو جينيزيس. استنى ما افسر. اسبرماتو يعني سبرم، وكلمه جينيزيس يعني تكوين. يبقى تكوين الحيوانات اسمه ايه يا جماعه؟ اسبرماتو جينيزيس. ما بتبقاش في لحظه، بتاخد 4 مراحل. احتمال ابقى فاهم المراحل حلوه قوي وانا بذاكر الخبط بينهم، اصل هما شبه بعض. اه والله. طب والحل؟ بنحفظهم بالترتيب بكلمه، وبعتذر عن استخدام اللفظ ده. اما بنحب نشتم واحد ممكن نقول له يا احمر يا غبي انت، لا لا دي شتايم مؤدبه جدا. احيانا بقول له يا بكم يا دكتور بكم. عادي يا دكتور، عادي والله، ما تقلقش يعني. اقل من عادي والله. بكم، كلمه بكم هي ترتيب المراحل. يلا يا جماعه، يلا يلا نشوف بكم دي هستخدمها ازاي. طبعا الحيوانات المنوية بتتكون بعد البلوغ. احنا كنا خدنا كلمة بلوغ قبل كده، بيوبيلتي، وادانها موجودة لغاية سن متأخر. احيانا نسمع ان الراجل ده عنده 70 سنة وخلف. معنى كده ان الحيوانات المنوية ممكن تقعد تتكون لسن متأخر جدا غير البويضات. هنعمل جدول في الحصة الجاية ان شاء الله. هو يا دكتور الحيوانات دي هتتكون فين؟ اكيد في الخصية. يبقى مكان تكوين الحيوانات بعد البلوغ هي الخصية. تعال نشوف الحيوانات دي تتكون ازاي. عارف لو ربنا خلق الحيوان المنوي من الاول ما كنتش احتاجت 4 مراحل.
اعمل بيهم ايه؟ ربنا يخلق خلية اولية ان شاء الله تبقى الحيوان، ربنا يسهل. بس اسمها ايه؟ اسمها اسبرماتو. واضح ان انا اتعودت على كلمة اسبرماتو، لان العملية نفسها كان اسمها اسبرماتو. ايه يا جماعة؟ جينيزس. اسبرماتو جونيام. هتقول لي جونيام يعني ايه؟ هقول لك اولي. يا هادي يا رب، لسه بدري قوي. الخلية البدائية او الاولية ما اسمهاش سبيرم. لا ده سبيرم دي كلمة كبيرة قوي. سبيرم ده يا جماعة بعد الاربع مراحل. الخلية الاولية اسمها اسبرماتو. ايه بقى يا شباب اسمها اسبرماتو ايه؟ جونيام. تحتوي على 44 اكس واي. يعني 46 كروموسوم. وما دام ده حيوان يبقى ده ولد اكيد اكس واي. روح بقى نشوف اول مرحله بقى. بتبدا بحرف البي، اسمها بروليفريشن. انت هتفتح القاموس، بروليفريشن يعني تكاثر. طب ما هو كله تكاثر، كله تكاثر. انا عايز اعرف بروليفريشن يعني ايه في كلمه، كلمه واحده. بروليفريشن هي انقسام ميتوزي. حد يقدر يقول لي لو ده انقسام ميتوزي الخلايا اللي تطلع يبقى فيها كام كروموسوم؟ نفس العدد يا جماعه. فعلا طلع خليتين، كل خليه فيها نفس العدد وهو 46. ويبقى انت كده خلصت المرحلة الاولى. حرف البي اسمه بروليفريشن. حد يقدر يقول لي بروليفريشن يعني ايه في كلمة؟ ميتوزيس ديفيشن، انقسام ميتوزي. نتج عنه خلايا فيها نص العدد ولا نفس العدد؟ نفس العدد. متفقين يا جماعة؟ رائع. نكمل. الخلايا دي اسمها ايه يا دكتور؟ اصحيح بما يرضي الله، هي خليه مذكر ولا مؤنث؟ كلمه خليه مذكر ولا مؤنث؟ يعني دول خليتين اقول عليهم ولاد الخليه الام ولا بنات الخليه الام؟ بناتها. كلمة ولد يعني صن، وكلمة بنت يعني ايه يا جماعة؟ دوتر. يبقى الخلايا دول اسمهم بنات، دي اسمهم دوتر اسبرماتوجونيوم. يعني انا ما عملتش حاجة غير ان انا زودت كلمة ايه يا جماعة؟ دوتر. يا ترى الخلية طلعت كام دوتر يا شباب؟ اتنين. انا اشرح دوتر واحدة بس، والعدد اللي يطلع اضربه في كام؟ في اتنين. مفيش ده اشرح الاتنين دوتر يا جماعة. هشرح دوتر واحدة، واللي ينطبق على واحدة ينطبق على التانية، هضرب في اتنين. رحت جاي شايل دوتر، شكرا شلت دوتر. اذا انا خلصت اول مرحله اللي بتبدا بالبي اللي اسمها ايه يا جماعه؟ حد يقدر يقول لي بروليفريشن يعني ايه في كلمه؟ ميتوزيس ديفيشن. ولا المرحله الثانيه
بتبدا بالجيم اسمها جروس. طب ما هو جروس يعني نمو برضه، تكاثر برضه. استنى كده ما اضربك مثلا، انت اسمك احمد مثلا، وانت يا عيني لسه عندك سنه، باباك ومامتك كانوا فرحانين بيك قبل، قعدوا ياكلوك 18 سنه. يا ترى بعد 18 سنه بقى عن بعد الاكل اللي انت اكلته ده كله، بقى عندهم في البيت اتنين احمد ولا احمد واحد كبير؟ احمد واحد، احمد واحد كبير. معنى كده ان الجرس ينتج عنه زياده في السايز في الحجم، مفيش زياده في العدد يا جماعه خالص. الخليه بتكبر، تقعد تكبر 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 تكبر، عددها زاد ولا حجمها زاد؟ يا ترى ان حجمها زاد عدد الكروموسومات يتغير يا جماعه برضو؟ 44 اكس واي. ما تنساش ان انا بشرح دوتر واحده، يعني اللي هطلع بيه هضربه في اتنين. اسمها ايه يا دكتور الخليه دي؟ اسمها برايمري اسبرماتو. خلاص بقى يا جماعه احنا اتعودنا على كلمه اسبرماتو بصراحه. انتوا بتاخدوا في الهيستولوجي شابتر الخلايا يا ترى اسمه ايه؟ سيتولوجي. ما شاء الله، عارفين اسم الشابتر؟ ما شاء الله. معنى كده ان الخليه معناها سيت، يبقى الخلية اسمها برايمري اسبرماتوسايت. وابقى انا كده خلصت مرحلتين، عدد الكروموسومات جرى له حاجه يا جماعه؟ والله ما حصل له حاجه خالص. يلا يا شباب مع بعض كده، انا عشان يبقى معايا حيوان كويس لازم امشي في اربع مراحل. بنحفظ المراحل بكلمه ايه يا شباب؟ بجر. البي يعني ايه؟ يعني ايه بروليفريشن في كلمه؟ مايتوزيس ديفيجن. المرحله الثانيه بتبدا بالجي، يعني ايه الجي؟ الجروس ينتج عنه زياده في النمبر ولا في السايز؟ سايز. قلت لك انت احمد واحد وحدان لك واحد طول العمر، بس كبرت تخن. الخليه اسمها برايمري سبرماتوسايت يا جماعه. ما تنسوش ان العدد اللي هيطلع هضربه في كام؟ في اتنين. المرحله الثالثه بتبدا بالنمو، اسمها ماتيوريشن. والله يا دكتور كلمه ماتيوريشن في مجتمعنا بتستخدم بطريقتين. ماتيوريشن يعني نضج، واحيانا اقول الواد ده ماتيور، البت دي ماتيور. لا 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 الواد مش مظبوط. لا يا جماعه، ماتيور يعني ناضج، يعني استوى. ماتيوريشن هي المرحله الثانيه. اقول لك ماتيوريشن يعني ايه في كلمه؟ انقسام ميوزي. يبقى كم خطوه يا جماعه؟ اتنين. يبقى في مايوزي اول ومايوزي تاني. يلا نعملها كده. المايوزي الاول ينتج عنه خليتين. شباب فيهم نفس العدد ولا نص العدد؟ اتنين وعشرين زائد واي واتنين وعشرين زائد اكس. بدل العدد الفصل. هو اخر اسم للخلية كان ايه؟ برايمري سبرماتوسايت. يبقى اكيد دي اسمها
سكند سبرماتوسايت. يا ترى كده الماتيوريشن خلص؟ لا ليه؟ لا ما حاجه ثانيه. انت مش بتقول يا دكتور انقسام ميوزي، وانت قلت لنا الميوزي خطوتين، انت ما عملتش غير خطوه اللي هي الميوزي الاول، يبقى فاضل الميوزي الثاني. الميوزي الثاني بحقيقه امره ميوزي ولا ميتوزي؟ ينتج عن كل خليه اثنين فيها نفس العدد 22 زائد واي، 22 زائد واي، 22 زائد اكس، 22 زائد اكس. كده الماتيوريشن خلص. شفت بقى معرف كلمات بسيطه الدنيا تتحل ازاي؟ هو يا دكتور الاربعه اللي طلعوا دي الحيوانات؟ لا دي حيوانات ليست متحركة. بصوا يا جماعة، الحيوان المنوي بيقعد يعوم لغاية ما يوصل للبويضة، يعني حيوان بلا حركة ملوش نسمة. لغاية دلوقتي الحيوان ما اتحركش. هو الحيوان اسمه ايه معلش؟ انما لو لسه ما اتحركش يبقى اسمه اسبرماتيف. يبقى في فرق ما بين كلمه اسبرم وكلمه ايه يا جماعه؟ اسبرماتيف. اسبرماتيف اتحرك ولا لسه كده؟ كل دوتر طلعت أربعة. يبقى لو جالي سؤال في الام سي كيو، الخلية الأساسية تطلع أربعة ولا تمانية؟ تمانية. معنى قلنا عن الرب اتنين. كده احنا ما نفذناش الاتفاق. اتفاق أربعة واحد. أنا ما خدتش غير ثلاثة بس. حفظتهم بكلمة إيه يا جماعة؟ يلا بسرعة كده مع بعض. البي يعني ايه؟ يعني ايه بروليفريشن في كلمة؟ ميتوزس. طب الجي يعني ايه؟ الجروس زيادة في النمبر ولا في السايز؟ الام يعني ايه؟ ماتيوريشن. يعني ايه بالبلدي؟ مايوزس. طب والمايوزي ده خطوة ولا اثنين؟ مايوزي اول ومايوزي؟ انا بقى معايا حيوان متحرك يا جماعة؟ لا. اسبرماتيف. يا فرحتي بيه وهو ما بيتحركش. صفر ولا عملت حاجه. المرحلة الرابعة هي التحول إلى الحركة. وسعادتك بتشربها في الامتحان. عارف ليه بقى؟ المرحلة الرابعة اسمها، هو يا جماعة المرحلة على بعضها اسمها ايه؟ اسبرماتو ايه؟ جينيسيس. هنشيل كلمة اتو ونحط ايتو، يبقى اسمها اسبرماتو جينيسيس ولا سبرميو جينيسيس؟ سبرميو. بتجيلي في الامتحان كتير الطالب بقى العبيط، هو انت يلا بقى جنبها بروليفريشن. ضيع وقت، ضيع وقت. وجروس وماتيوريشن خطوتين، ميوزي اول وميوزي تاني. والجروس ده زياده في السايز مش في الضغط. والبي يا واد يا لعيب انت ما جبتش حاجه. صفر. ده دي المرحله الرابعه يا جماعه. المرحله الرابعه اسمها اسبرميو جينيسيس، وهي التحول الى حيوان عادي ولا متحرك؟ ازاي شباب؟ حد عنده شك ان دي خلايا؟ خلايا. استنى بقى ما نشوف الخليه في الهيستولوجي عامله ازاي. الاحراج بقى، الاحراج بقى
يا ترى الخلية بتاعت الهيستولوجي عاملة ازاي؟ هتفاجأ بحاجات عمرك ما سمعتها قبل كده. الخلية تمتلك نواة. وكلمة نواة يعني ايه يا جماعة؟ نيوكلاس. اهي يا سبحان الله. قال الخلية طلع لها ايه يا جماعة؟ نيوكلاس. استنى بقولك بقى معلومة أجدع. كنا بنقعد ننقط في الخلية. ويقولوا لنا ده اسمه ايه يا جماعة؟ سيتوبلازم. شوف يا اخي. استنى. يقولوا لنا بقى ان في اجسام في الخلية كنت بنطقها في الاحياء بطريقة بس النطق ده غلط. كنت بقول عليها جولجي. قبر ايه؟ اسمها جولجي مش جولجي. كان مش هتفرق يعني. جولجي جولجي خلاص. اسمها جولجي اباريتاس اهي. خلية يا جماعة خلية. لا خد القلقح دي. الخلية بيبقى فيها مخزن للطاقة اسمه ميتوكوندريا. اهي. لا على علم. يا على علم. عمركم ما سمعتوا المعلومات دي خالص. اتحداك لو عارف اللي جاي. الخلية تمتلك اجسام قطبية اسمها سنتريولز. يا معلومات غريبة. الخلية ليها ميوكلاس وسيتوبلاس واكيد فيها جولجي او جولجي واكيد فيها ميتوكوندريا واكيد فيها اجسام قطبيه اسمها ايه يا جماعه؟ سنتريول. يا فرحتي بالخليه من غير حركه. لو الحيوان المنوي ما اتحركش يبقى صفر. تعال نشوف يتحرك ازاي. يلا. النيوكلاس هتبقى ان شاء الله راس الحيوان. اهو. ايه ده؟ الدنيا مطر. راسه هتتخلع. لازم يلبس طاقيه. يا ترى مين اللي فوق النيوكلاس في الرسمه؟ الجولجي. يبقى الجولجي تعمل له طاقيه. الراس لبس الطاقية اهي. والفضل للشلج. هي طاقية يعني. كام؟ جيت اذاكر لقيت اسمها اكروزوما الكام. لا انا عارف كام. ايه اكروزوما الكام؟ كلمة اكروزوما يعني طرف من الاطراف. طب ما هو فعلا الطاقية ما تبقى عند الراس. ما هو الراس طرف من اطراف الجسم يا جماعة. عشان كده الطاقية اسمها اكروزوما الكام اللي هيدونها مين يا شباب؟ الجورجي. لو انت عملت الراس اتحرك. الراس تبقى لعبة. والرقبه تبقى جسم والجسم يبقى ديل. يلا نشوف. الراس عملت رقبه والرقبه عملت جسم. استنى بقى. هي الاجسام القطبيه اسمها ايه معلش؟ السنتريولز. تتحرك ورا الراس والرقبه اهو. واحد من السنتريولز يكبر يبقى الديل. والديل ده مهم قوي يا جماعه في الحركه.
الدل ده يا فرحتي شاري سمكة ميتة وعاملين ايه الدل ده كله يا سمكة؟ والسمكة ماتت الدل هو اللي حرك الحيوان يا جماعة. من المسؤول عن تكوين الدل؟ واحد من السنتريولز. امال الطاقه كان اسمها ايه في الخليه؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا بقى شوف هتعمل ايه؟ هتكون غلاف حلزوني حوالين الجزء الامامي في الدين. انا قلت حوالين الدين كله، والله ما حصل. حد يعرف حلزوني يعني ايه؟ خدناها في الجنرال سبايرال، وكلمه غلاف يعني شيس. الميتوكوندريا تكون غلاف حلزوني حوالين الجزء الامامي الايه يا جماعه؟ للدين. كده انت معاك حيوان محترم يتكون من اربع اجزاء. عد كده معايا: راس، رقبه، جسم، ديل. انا استخدمت السيتوبلازم في حاجه؟ ما راح فين؟ لازم اسال نفسي السؤال، ما السيتوبلازم راح فين؟ استنى ما اقول لك راح فين كمان دقيقه. انا استخدمت السيتوبلازم في حاجه يا جماعه؟ تعالوا نعرف مواصفات الحيوان الكويس ايه. واحد وواحده متزوجين بقالهم سنه ولم ينجبوا، ما خلفوش، بلغوا يروحوا للدكتور، امر طبيعي، بس مش قبل سنه يا جماعه. الدكتور بدا يطلب من الواحده انواع معينه من التحاليل، وهيطلب من الراجل تحليل سائل منوي. عايزين نعرف السائل المنوي ده حلو ولا وحش. واحد، السائل المنوي الملي الواحد يحتوي على 100 مليون حيوان. يا عارف القصف الواحد بيبقى فيه حوالي ما بين 3-5 ملي. ليش انت لعب الكلام؟ الملي الواحد اما يبقى فيه يا جماعه 100 مليون يبقى القصف الواحد فيه 500 مليون. ده يديك انطباع ان الحيوانات دي قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه خالص. والله العظيم لو كانت قوية كان ربنا خلق حيوان واحد بس. ايه لازمته العدد ده؟ بقول لك 100 مليون في الملي. الحيوان الحلو يتكون من اربع اجزاء: هيد ونيك وبادي وديك. ليه يا دكتور هو في حيوان مش حلو؟ يعني ايه دكتور مش حلو؟ يعني شكله غريب. راس بس، ديل بس. طب ما دي مشكله يا دكتور. طب انا قلت لك انها مشكله. بنسمح لغايه 20% من الحيوانات يبقى شكلها مش طبيعي. لو طلع التحليل ان 20% اشكال مش مظبوطه ولا حاجه، لا يؤثر على الخصوبه خالص. كلمه خصوبه يعني فيرتيلتي. وصدق لغايه 20. ما الحيوانات بالهبل يا جماعه، ما انا معايا 100 مليون في الملي، لغايه 20% اشكال مش مظبوطه ولا حاجة خالص. عارفين الحيوان الحلو طوله قد ايه؟ طوله
65 مايكرون. هو يا جماعة المايكرون وحدة كبيرة ولا صغيرة؟ عارفين كتاب الاسم كاتب طوله كام؟ 65 ملي متر، يعني 6 سنتي ونص. الحيوان 6 سنتي ونص يا جماعة. 65 مايكرون، 65 مايكرون. الحيوان بعد ما يوصل للقناة التناسلية للفيميل يقدر يدنوا عايش جواها من 3 لـ4 ايام. لو قال لك 5 غلط، لان 4 ايام ده بصراحه رقم كبير. بس كتاب الاسم مصمم على كده. عارفين يا جماعه يعني ايه يعيش جوه الانثى 3-4 ايام؟ المفروض، وهناخد الكلام ده بعدين، ان التبويض بيحصل في نص الدوره الشهريه. الدوره الشهريه 28 يوم. يبقى الفيميل تنزل البويضة في اليوم 14. لو حصل لقاء تناسلي بين الذكر والأنثى في اليوم 11 ممكن يحصل حمل. ليه؟ الحيوان يدنه عايش جوه كام يوم يا جماعة؟ من 3-4، يعني يوصل اليوم 14 وهو حي يقدر يخصب البويضة. البقاء حي اسمه سيرفايفل. يبقى لو قال الحيوان الحلو مواصفاته ايه؟ تقول له الملي الواحد يبقى فيه 100 مليون اشكال حلوة. انما مش لو حلوة بنسمح لغاية قد ايه يا جماعة؟ 20%. الحيوان الحلو 4 اجزاء، هيد وديك وبادي وديك. الحيوان الحلو يدنه عايش في القناة التناسلية للانثى كم يوم يا جماعة؟ من 3-4 ايام. الحيوان الحلو يتحرك في الدقيقة الواحدة 5 ملليمتر، يعني نص سنتي. كل دقيقة يتحرك جوه الأنثى نص سنتي. ونص سنتي يعني كم ملي يا جماعة؟ 5 ملليمتر. شباب لغاية اللحظة دي الحيوان اتحرك، والله يا فرحتي بديله، سمكة ميتة لسه ما اتحركش برضه. ايوة طلع له ديل بس اقسم بالله ما اتحرك. انا قلت لك السيتوبلازم راح فين؟ والله ما حصل. تعالوا بقى نركز في المعلومة الأخيرة دي، آخر معلومة عايز أقولها. أين ذهب السيتوبلازم وكيف يتحرك الحيوان؟ يلا، اللي انا شرحته كله بيتكون في الخصية. طب ما تيجوا نتفرج على الخصية من جوه. الخصية من جوه اهي. كلمة خصية يعني تستس. جواها انابيب بالهبل، مش هقول لك عددها، مش مطلوبه منك.
انا هكتفي ان انا ارسم انبوبتين ثلاثة بس. ادي واحدة. ادي التانية. ادي التالت. اسمك ايه يا لما؟ هو السائل المنوي اسمه ايه يا لما؟ سيمن. الانابيب اسمها سيمي نفراس تيميوز. افسرها بس انت مالكش دعوه. سيمي جايه من كلمه سيمن يعني السائل المنوي. امال ايه يا دكتور نفرس دي؟ هقولك بس مالكش دعوه. عارفين يا جماعه اما ربنا خلقنا المكان اللي الخصيه بتطلع منه الكليه بتطلع منه نفس المكان. الوحده الوظيفيه للكليه اسمها نفرون. فسمينا الانابيب ايه يا جماعه؟ سيمي نفرس. مالكش دعوه بالكلام ده. تصغير كلمة تيوب تبيو. فأصبحت الأنابيب اسمها إيه يا جماعة؟ سيمي نفرس تبيو. حلوة. الأنابيب دي بتحتوي على خلايا على اسم اللي اكتشفها. خلايا بقى يا جماعة بالهبل بالهبل اسمها سيرتوني. اسمها سيرتولي. شباب انا قلت لكم السيتوبلازم راح فين؟ عارف مين اللي بلع السيتوبلازم؟ عارف مين اللي التهم السيتوبلازم؟ السيرتولي سيل. السيرتولي لقت السيتوبلازم ملوش صاحب شربته. الالتهاب زي ما بتاخده في الفسيولوجيا اسمه فاجو سيتوزيس. اللي بيلتهم حاجه يا جماعه عمليه الالتهاب اسمها ايه يا شباب؟ فاجو سيتوزيس. يبقى اللي بلع السيتوبلازم خلايا اسمها ايه يا شباب؟ سيرتولي. انت وضميرك. الحيوان اتحرك يا جماعه؟ اقسم بالله ما اتحرك. يلا كل ده ايه يا دكتور؟ هيتحرك حالا. حالا ربنا بيبدا يخلق انابيب فوق الخصيه. ايه؟ البتاع اللي بدأ فوق الخصية ده اسمه بالعربي ومالكش دعوة اسمه بربخ. انا ولا عايز بربخ ولا بتاع. امال اسمه ايه يا دكتور؟ حد فاكر في الجنرال كلمة فوق يعني ايه؟ ايبي. البربخ ده اسمه ايبي ديدمس. السيتولي بعد ما بلعت السيتوبلازما الف انا وشفا بعمليه اسمها فاجوسايتوزيس. عايز اكمل الحيوان لقيته ما بيتحركش خدته ووديته المطبخ. البربخ سميناه ايه يا جماعه؟ ابيديديمس. الحيوان وصل الابيديديمس يبقى اتحرك. يبقى ما يقول اين يتحرك الحيوان؟ تقول له في التستس ولا في الابيديديمس؟ الابيديديمس. مكان حركه الحيوان تسمى ابيديديمس. عارفين بقى اما بقى بيتحرك بما يرضي الله
العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها اسبرميشن. اسبرميشن يبقى انا ما يهمنيش من الحيوان غير الاسبرميشن، ما يرضنيش غير الاسبرميشن. يا فرحتي بالاسبرماتوجينيزيس كلها، يا فرحتي بالاسبرميوجينيزيس بقى عندك سمكه ميته ليها دين. انما حد فاكر بيتحرك في التستس ولا فين؟ في الابيديدمس. اما يتحرك الخطوه الاخيره دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسبرميشن. افتح المذكره وركز معايا، مذكره السوركس الاول. يلا يا جماعه عشان عندنا تعليق كتير. أربعة وتسعين عشان في ناس معلموش فالمحافظ جاي. 94 اكتب على 94 للفهم، للفهم. هاتلي بقى 95. 95 العنوان اسمه بروكو بالمونالي سيجمنت.